يتجه فريق الوداد الرياضي للانفصال عن مدربه التونسي المهدي النفطي مدرب فريق الوداد الرياضي بعد النتائج الأخيرة الغير المرضية لفريق الوداد الرياضي، وآخرها كان الإقصاء من ربع نهائي كأس العالم للأندية والهزيمة أمام سبيبة القبائل بهدف لصفر في الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا في دوري المجموعات. وأكدت مصادر صحفية أن فريق الوداد الرياضي يتفاوض مع كل من باتريس كارتيرون ورشيد الطاوسي وستيفن فاندبروك لتعويض رحيل محتمل للمهدي النفطي. وأوضح المصدر ذاته أن العلاقة بين الوداد الرياضي والمهدي النفطي لم تعد في الاتجاه الصحيح، مبرزة أن هناك توجه لفسخ العقد الذي يربط بين الطرفين بعد مفاوضات جانبية بينهم في خلال الآونة الأخيرة. يشار إلى أن المهدي النفطي قاد فريق الوداد الرياضي في 9 مباريات في جميع المسابقات، حقق خلالها 4 انتصارات وتعادلين وهزيمة واحدة في البطولة الاحترافية، بينما حصد فوز واحد في كأس العرش وهزيمة في دوري أبطال إفريقيا وهزيمة في كأس العالم للأندية.